انطلاق مؤتمر برلين بشأن ليبيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتظاهرون يرفعون شعار أردوغان إرهابي وقاتل ومستعمر أمام مقر الانعقاد في ألمانيا. رئيس الوزراء يتفقد مصنع سناف لمنتجات مهمات السكك الحديدية ويتابع الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي. مصر تحتفل بعيد الغطاس، والبابا طوادروس يستقبل المهنئين في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية غدا. اليوم يسلط الضوء على مبادرة القوى العاملة اعرف واحمي نفسك، ويناقش تفاصيل أول علاج للسكر عن طريق الكلى. أهلا بحضراتكم في جولة جديدة من اليوم، نبدأها من برلين اللي بدأ فيها مؤتمر برلين اللي بيخصص النقاش حول ما يحدث في ليبيا. رئيس عبد الفتاح السيسي وصل للمقر اللي بينعقد فيه المؤتمر واللي بيحضره رؤساء وقادة دول عربية وأوروبية وغربية. استهل الرئيس زيارته ونشاطه في العاصمة الألمانية برلين باستقبال مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة بمقر إقامته، وأكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واللي من شأنها أنها تحافظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. نقل وزير الخارجية الأمريكي تحية الرئيس دونالد ترامب للرئيس السيسي، وأكد التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ودعم بلاده لجهود مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. في السياق نفسه النهاردة أكد السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن المجتمع الدولي أمام منعطف خطير في الوضع الليبي بسبب التطورات المتلاحقة اللي أصابت هذا البلد العربي المهم، واللي أحدثت شرخ كبير في نسيجه الاجتماعي ولحمته الوطنية، وأضرت بالجهد اللي بذلته البعثة الأممية لاستئناف المسار السياسي بين الأشقاء الليبيين، وزادت من معاناة الشعب الليبي من وقت اندلاع المعارك العسكرية حول العاصمة طرابلس، وتفاقمت حالة الانقسام بين مؤسسات الدولة وعقدت من جهود إعادة توحيدها. قال كمان السيد أحمد أبو الغيط أننا يعني نلتقي هنا لإعادة التأكيد على جملة من الثوابت والالتزامات التي تقع على الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي، وأيضا على الأطراف الليبية التي تتحمل المسؤولية الأكبر في التوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من هذا المأزق الخطير. وتجدد الجامعة العربية حرصها على دعم عملية برلين ومخرجاتها والتزامها بموافقة الأشقاء ومرافقتهم في ليبيا في أي جهد يفضي لحل حالة الأزمة. زخم كبير شهدته العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الخمس الماضية في ضوء الزيارات المتكررة والمتبادلة بين الجانبين، خاصة تلك التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا. توافر الإرادة السياسية لدى زعماء البلدين كان الركيزة الرئيسية والداعم الأول لمد جسور التعاون في التأسيس لعلاقات قوية. فمنذ مايو 2015 وهو تاريخ اللقاء الأول بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحقق بين الجانبين تفاهما وتقاربا في الرؤى، وهو ما يعكس إدراك الجانب الألماني لثقل مصر ودورها المحوري في محيطها الإقليمي. التطور الإيجابي في العلاقات السياسية بين الجانبين ألقى بظلاله على باقي المجالات وكافة أوجه التعاون بين مصر وألمانيا، خاصة في المجال الاقتصادي الذي شهد طفرة في التعاون بين البلدين. هاتفيا معنا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف بعد التحية، ما هي أهمية هذا المؤتمر، مؤتمر برلين، وإلى أي مدى ممكن يحقق بالفعل تطور على الأرض في ليبيا؟
مساء الخير. اعتقد مؤتمر برلين على درجه كبيره من الاهميه في توفير استحقاقات الانقاذ السريع والعاجل لتطورات الازمه الليبيه المندلعه منذ 6 سنوات حتى هذه اللحظه، والتي مليت بكثير من الخسائر والتراجع في المشهد السياسي. بالتاكيد هناك رغبه اكيده لدى اكثر من 11 زعيما ورئيس حكومه في ضروره وضع خريطه طريق عاجله لانقاذ الوضع في ليبيا وتوفير استحقاقات الانقاذ السريع، لان هناك بالفعل حاله من التشظي وتردد الاوضاع في ليبيا في ضوء العمليات العسكريه من قبل جماعات التنظيمات الارهابيه. في نفس الوقت القوات المسلحه الليبيه الممثله في الجيش الوطني الليبي تسعى لفرض السيطره وايضا الاستقرار الكامل داخل الاراضي الليبيه، لكن يبدو ان التدخلات الاقليميه لعبت دورا سيئا في اندلاع تطورات سيئه للغايه فيما يتعلق برسم ملامح خريطه سياسيه في المرحله القادمه. من هنا تاتي اهميه مؤتمر برلين بعد ان فشل المجتمع الدولي على مدار 5 مؤتمرات سابقه منذ مؤتمر الصخيرات مرورا بباريس 1 وباريس 2 وابو ظبي وايطاليا في باليرمو، وايضا لنرى يوم برلين التي يعول عليها الاهتمام انها ستكون كاشفه في وضع حد لانقاذ الاوضاع في ليبيا على الوجه السريع، ومحاوله ايضا لتوفير افق سياسي للمسار الحل السياسي في المرحله القادمه عبر خريطه طريق يتوافق عليها الجميع. ربما يكون هناك بالفعل كثير من الامال معقود على هذا المؤتمر، لكن في تقديري ان المساله تحتاج الى توفير غطاء دولي كامل من الان فصاعدا وخلق اليه دوليه لتنفيذ المقررات على ارض الواقع، خاصه ما سيتم التوصل اليه في البنود الـ6 التي تم صياغتها خلال الساعات الماضيه وتعرض الان على القاره الزعماء. بس خليني اسال حضرتك يعني كمان وحضرتك موجود هناك، يعني السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجماعه الدول العربيه كان بيتحدث في كلمته كمان النهارده عن انه الوضع خطير واننا امام مازق ومنعطف، فالمساله خطيره، فالى اي مدى بالفعل ممكن يسهم هذا الجمع في تغيير او في الصمود امام هذا المنعطف الخطير ومواجهته؟ المرتقب ان يكون هناك بالفعل بدايه جديه لتفعيل حراك دولي وتوفير غطاء سياسي نحو الحل في ليبيا في المرحله القادمه. ما تحدث عنه السيد احمد ابو الغيط، تحدث عنه ايضا وزير الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الاسابيع الـ6 الماضيه عبر مروحه واسعه من الاتصالات والتحركات مع كثير من قاره دول العالم، سواء عبر الاتصالات الهاتفيه او حتى في اللقاءات المستمره في القاهره، هي فيها حتى اجتماعات وزراء الخارجيه التي عقدت في الاسبوع قبل الماضي بين وزير الخارجيه المصري وقبرص واليونان وفرنسا وايطاليا، كانت لديها بالفعل اشارات بالغه الاهميه في ضروره الاسراع من قبل المجتمع الدولي في توفير استحقاقات الحل السياسي. الحل العسكري الان اصبح غير مرغوب به، ولا يمكن ان يؤدي الى توفير استحقاقات التفاهم والانقاذ العاجل لليبيا في ضوء التصارع الدولي الذي تسعى من خلاله او الاقليمي تحديدا تسعى من خلاله دول كتركيا لتأجيج الاوضاع وتوفير ممرات امنه وعابره للاسف الشديد للمرتزقه الذين بلغوا ما يقارب 240,000 من المرتزقه من داعش والقاعده والنصره وايضا احرار الشام، بالاضافه لخطه اردوغان التي تم الكشف عليها عنها في الساعات الماضيه بانه ينوي زياده العدد الى 6,000 من الارهابيين داخل ليبيا من الان وحتى نهايه شهر يناير الحالي، وبالتالي هذا مؤشر خطير يحتاج لان يكون لدى القاده والزعماء الجالسين الان في برلين فرصه ضروريه لوضع اليات عاجله بما فيها وقف التدخلات الخارجيه في ليبيا وايضا نزع الاسلحه من قبل الارهابيين وطردهم من خارج ليبيا اذا كنا على بدايه حل سياسي للازمه في ليبيا في الساعات وفي الايام القادمه. طيب خليني اسال حضرتك برضو بما انك موجود هناك، يمكن الاخبار اللي موجوده عندنا انه في او يعني شايفين كمان مقطع فيديو يمكن هنعرضه دلوقتي قدام المشاهدين لبعض التظاهرات، صور لبعض التظاهرات للجاليات الكرديه والليبيه والازيديه، يعني ممن تعرضوا لمذابح جماعيه على يد داعش بدعم من رئيس تركي رجب طيب اردوغان. حضرتك شفت هذه المظاهرات؟ انا بحدثك من القاهره من جريده الاهرام ولست حاضرا او مشاركا في حضرتك مش موجود هناك. لا انا في القاهره في مختلف الاهرام واتابع الاحداث بشكل جيد، وايضا ارى ان هناك بالفعل بدايه زخم لامكانيه على الاقل نفس مشروع اردوغان بتحويل ليبيا الى سوريا الجديده كما يخطط اردوغان طيله الاشهر الماضيه، وحتى انه استطاع ان يخدع السيد فايز السراج ويقع معه اتفاق 27 من نوفمبر الماضي اي اتفاقيه
المناطق البحرية والتعاون العسكري والأمني، بكل تأكيد هذا أمر بالغ الأهمية لأنه يعطي أرضية غير شرعية وغير مستحقة لأردوغان ولتركيا بالعبث بأمن واستقرار ليبيا وتهديد المصالح في منطقة الشرق المتوسط. وهذا الأمر أعتقد يؤخذ في الاعتبار من قبل دول الشرق المتوسط أوروبيا ومصر تقف بالمرصاد لمثل هذه المحاولات وهذه الانتهاكات، وترى أن الحل يجب أن يكون على وجه السرعة بغطاء دولي ومقررات دولية وبتكاتف دولي لمنع الانهيار الحارس في ليبيا وقطع طريق أردوغان وأي ادخارات خارجية لا تساعد في توفير الحل. شكرا لحضرتك الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام، شكرا لوجود حضرتك معنا. طب خلونا نروح لموضوع تاني، وهو أنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعد باستيعاب الدولة لمنتجات مصنع مهمات السكك الحديدية سيماف ضمن منظومة النقل بها بدون اللجوء لاستيراد أي عربة مرة تانية، وده حين انتهاء أعمال التطوير بمصنع سيماف والوصول لإنتاج عالي المستوى من حيث الجودة واشتراطات الأمن سواء في عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق. أضاف مدبولي خلال جولته اليوم بالمصنع أن الإنتاج اللي بتستوعبه الدولة من المصنع سيتضمن عربات الركاب، البضائع، عربات النوم وخلافه، وأن وزارة النقل ستشتري كل إنتاج المصنع مع وصوله للجودة المطلوبة. هاتفيا معنا الدكتور حمدي برغوث خبير النقل الدولي، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهمية المصنع ده إيه يا فندم؟ في الحقيقة المصنع كان له أهمية كبرى في فترة سابقة ثم تدهور حاله بشكل استدعى استيراد كافة احتياجات هيئة سكك حديد مصر من قطارات سواء عربات نوم أو عربات ركاب من الدرجات المختلفة أولى وثانية وثالثة أو عربات بضايع. إنما اهتمام الدولة حاليا بتطوير هذا الصرح دي حاجة جيدة جدا، لأن مش بس علشان توفير عملة صعبة أو جذب عمالة أو توفير وظائف، ودي كلها حاجات مهمة، إنما الأهم من ده كله هو إن احنا نستطيع حاليا أن ننتج منتج يتناسب مع السوق المصرية ويتناسب مع احتياجات الراكب ويتناسب مع احتياجات صاحب البضاعة، بحيث إن احنا نستطيع أن يكون لنا تفرد في التصميم وفي التنفيذ. وبالتالي أعتقد أن فكرة إعادة تطوير هذا المصنع وهذا الصرح فكرة جيدة جدا. اهتمام الدولة بالشكل الحالي بزيارة رئيس الوزراء واهتمامه بمصنع المهمات دي في حد ذاتها بتثبت بالقاطع ان احنا فعلا في اهتمام بمرفق النقل والسكك الحديديه، لان دي حاجه مهمه جدا 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 في جميع انحاء العالم. والفتره اللي فاتت طبعا احنا عانينا كثيرا جدا من تدهور هذا القطاع او هذا المرفق، وان هذا المرفق فعلا يحتاج الى استثمارات عاليه جدا ويحتاج الى اسلوب معين في ادارته وتشغيله. طيب خليني اسال حضرتك، النهارده رئيس الوزراء كان بيتكلم انه هذا المصنع بمجرد وصوله للجوده المطلوبه هيتم الاعتماد عليه بشكل كامل، حضرتك متوقع ان ده يحصل كمان قد ايه؟ بص حضرتك، اي مشروع تطوير بيحتاج ثلاث اساليب تطوير، لان مش بس التطوير حيطول هذا المرفق، انما التطوير لازم يطول التشريع، لان لو احنا وصلنا بهذا المرفق الى درجه معينه فلازم نطور التشريعات في الاستيراد لمنتجات للمواد الخام المطلوبه ومستلزمات الانتاج. حضرتك متوقع طيب ان كل ده ممكن يحصل في وقت قد ايه؟ مش اقل من ثلاث سنين. اقل من ثلاث سنوات، من 18 شهر لثلاث سنوات، دي اقل فتره ممكن يصل، بس يعتمد على اسلوب الاداره الصح والتشغيل الصح. انما هي الفكره مش سنه، مش مده. الفكره خطه ولها تنظيم ولها ستوك بيشتغل صح وبيشتغلوا بناء على مخطط معين. الدوله بتقول ان احنا ما عندناش مانع ان احنا ندلعهم ونشتري منهم كل اللي هيطلعوه. لا، هم لو اعتمدوا على كده مش هينتجوا انتاج جيد، لازم يعرف ان هو هينتج منتج منافس. بشكر حضرتك دكتور حمدي برغوث خبير النقل الدولي، شكرا
لوجود حضرتك معنا النهارده. الدكتور مصطفى مدبولي كمان كان عنده اجتماع تاني لمتابعه الموقف التنفيذي لمخطط تنميه اراضي الساحل الشمالي، استهل الاجتماع بالتنويه انه جرى اعداد تصور شامل للحالات الموجوده ومشكلات المستثمرين بهذه المنطقه وتصنيفها واليات التعامل معاها، وانه بعد كده هيتم عرضها على رئيس الجمهوريه تمهيدا لبدء التنفيذ على الفور. خلال الاجتماع كان في استعراض للاعمال اللي انتهت ليها اللجنه فيما يتعلق بتقسيم كل التصرفات طبقا للتعامل القانوني اللي سيتم مع هذه التصرفات وتقسيمها على او الى الاراضي بحسب نسب التنفيذ بها اللي بتتراوح ما بين 0 لـ30%، واراضي نسب تنفيذها من 31 لـ50%، وفي اراضي كمان نسب تنفيذها بتتراوح من 51 لـ70%، واراضي تانية من 71 لـ99%. بمناسبة ما احنا بنتكلم عن الأراضي والتعامل مع الأراضي، في لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها عقدت برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عقدت اجتماعها الدوري لمتابعة إجراءات التقنين بالمحافظات. كان بيترأس الاجتماع اللواء مجدي عبد الغفار مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وأكد مراعاة لجان التسعير بالمحافظات لعدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعي والتفرقة بين من تربح واستفاد من الأراضي اللي جرى وضع اليد عليها وبين من أقاموا عليها السكن نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة. أكد عبد الغفار أن الهدف هو التقنين وتحصيل حق الدولة، لكن في الوقت نفسه عدم المغالاة على المواطنين خاصة في تقنين المباني بالقرى، وأشار لضرورة تنفيذ القانون والتفريق بين وضع اليد الجاد ووضع اليد المغتصب. برضو يعني في ملف تاني، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجه بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة أهمية خاصة وسرعة التعامل مع مشكلات المواطنين لتيسير الحياة عليهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات. أشار الوزير لاستقبال الوزارة ل 2859 شكوى من خلال تقديم المواطنين للشكاوى مباشرة للإدارة أو إرسالها بالبريد أو الفاكس أو حتى من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء، تم فحصها والرد عليها. ووضح الوزير أن استقبال شكاوى المواطنين بالوزارة وحلها كان في ضوء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية، وبيعتمد على الضوابط اللي حددتها الكتب الدورية اللي بيصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللي بتلزم مقدم الشكوى بكتابة شكواه وفيها رقم قومي وعنوانه ومعها المستندات كمان اللي بتثبت صحة شكواه، وضرورة استلام مقدم الشكوى لإيصال بيفيد تسليم شكواه للإدارة المختصة. اعرف واحمي نفسك، دي مبادرة جديدة أطلقتها وزارة القوى العاملة، هدفها هو التعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة اعرف واحمي نفسك بهدف التوعية وحماية المنشآت الصناعية للحفاظ على السلامة والصحة المهنية للعاملين بتلك المنشآت. ترتكز المبادرة على عنصر رئيسي وهو التعريف بمخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها ومواجهتها وتنفيذ خطط الطوارئ، والتوعية بقوانين وقرارات الصحة المهنية ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة. المبادرة تجوب محافظات مصر لتوعية العمال لإثراء ورفع درجة الوعي لدى العاملين وأخصائي السلامة والصحة المهنية وإطلاعهم على مستجدات هذا المجال لتوفير الحماية اللازمة للحفاظ على العنصر البشري أساس العملية الإنتاجية وركيزة التنمية. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ أيمن ربيع وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. أستاذ أيمن، يعني بعد التحية، إيه الهدف من هذه المبادرة؟
حضرتك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مصر بتتعامل على عدة محاور، الإحكام الالتزام بالقانون، وبيبقى الأسلوب اللي هو كان الأول بيستخدم في السلامة والصحة المهنية في إحكام الالتزام بالقانون، كان قانوني، تنفيذ الاشتراطات، مراجعة كل شيء. مع تغيير الدستور اللي طلع في 2014 في المادة 13 والمادة 46 والمادة 93 كانت بتهتم بالمواطن، تهتم بالاتفاقات الدولية، بتهتم بتنفيذ التزام مصر بالاتفاقات الدولية، بتهتم كمان بتأمين بيئة العمل وتطبيق السلامة والصحة المهنية على العمال. وجات المادة 46 وقالت لكل شخص الحق في بيئة صحية آمنة خالية من جميع المخاطر. أصبح لازم سياسة الوزارة تتغير، أصبح سياسة الوزارة تتغير في أن هي تنشر وعي السلامة والصحة المهنية بين جميع فئات المجتمع. طيب إيه السلامة؟ إيه هي يعني خلينا نفهم طيب أكتر ما هي السلامة والصحة المهنية؟ حضرتك السلامة والصحة المهنية هي المفروض حماية ورعاية العمال وتأمين بيئة العمل. ده المعنى اللي هو القانوني بتاعها المظبوط، رعاية وحماية العمال وتأمين بيئة العمل. احنا ابتدأنا طائفة العمال اللي بتدئ نعمل عليها محاور، مبادرة اعرف احمي نفسك، بننزل للعمال وبننزل لأصحاب الأعمال عشان لو صاحب العمل ما عندوش الوعي الحماية للعامل بتاعه بأن هو لازم يبقى عارف القانون بتاع السلامة والصحة المهنية، عارف مخاطر بيئة العمل، عارف ان خطة الطوارئ وإدارة الأزمات، خط الدفاع الأول لتأمين رأس المال في المنشأة هو السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. ممكن حضرتك تدينا أمثلة؟ هي تعتبر قضية أمن قومي جوه مصر. لو حافظت على العامل بقلل الأمراض المهنية. ممكن حضرتك تدينا أمثلة؟ يعني مين العمال تحديدا اللي بتستهدفوهم؟ يعني اللي بيعملوا في قطاعات ايه؟ جميع العمال في مصر. احنا جهاز السلامة والصحة المهنية منتشر في جميع محافظات مصر، في مكاتب في جميع مراكز مصر، فأصبح جميع المناطق الصناعية في مصر خاضعة لتفتيش السلامة. احنا ابتدأنا بدل ما يبقى المفتش نازل يطبق القانون، بينزل الأول ينشر الوعي، ينشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وكيفية تأمين المنشأة، كيفية تأمين العامل، كيفية نشر الوعي، كيفية. وإحنا يمكن المحاور دي ابتدأنا نشتغل على المحاور اللي هي العمال، ابتدأنا نشتغل بمبادرات تانية، مستقبلك بين إيديك. نزلنا عمل معالي الوزير عمل بروتوكول مع 6 جامعات، نزلنا الجامعات. طيب حضراتكم طيب حضراتكم لما تعاملتوا مع العمال لقيتوا نسبة تقريبا قد إيه ممكن تكون مش مدركة لأهمية الصحة والسلامة المهنية؟ هو حضرتك احنا المردود بتاع اعرف احمي نفسك حضرتك تقدري تعرفيها في التساؤل اللي كان في مجلس النواب اللي تعرضنا له السنه اللي فاتت، وقالوا انتوا عندكم نسبه المحاضر قلت. دي كانت بالتناسب ان احنا نسبه المحاضرات بتاعه نشر الوعي للثقافه وثقافه السلامه والصحه المهنيه ارتفعت، فابتدات تقل من قدامها عدد المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونيه. اصبح صاحب راس المال عنده وعي مدرك بتأمين بيئة العمل بتاعته والمحافظة على العمال بتوعه. طيب العمال كانوا عادة بيشتكوا، يعني المحاضر اللي كانت بتيجي لحضراتكم من العمال كانت شكلها ايه؟ يعني ايه اعظم او معظم الشكاوى اللي كانت بتيجي لحضراتكم؟ هو حضرتك المحاضر كانت بتحرر لاصحاب صاحب العمل، صاحب رأس المال. مفهوم. صاحب رأس المال كان يكتشف ان المحضر عندنا في الكتاب الخامس المخالفة من 1000 ل 10000 جنيه للمخالفة الواحدة، والسجن وجوبي لو حصل حادث جسيم لوفاة عامل. فأصبح في وعي عند صاحب رأس المال ان هو خط الدفاع الأول لتأمين رأس ماله هو السلامة والصحة المهنية. فأصبح ان هو بيحافظ على العامل عشان مجرد العامل له خبرة، أصبح من ضمن رأس مال العامل صاحب العمل نفسه تأمين العامل. فأصبح ابتدأت تقل الإجراءات القانونية على مستوى مصر بأن احنا ابتدأنا قدامها نشر الوعي بين رجال الأعمال بين العمال. ده احنا نزلنا لجميع فئات العمال، أصبحت احنا وصلنا يمكن لحوالي 2500 مبادرة على مدار 27 محافظة في مصر. مفيش محافظة في مصر ما دخلناش، رحنا أسوان، رحنا اسكندريه، رحنا كل المحافظات
كل المناطق الصناعية يعتبر غطيناها بمبادرة اعرف احمي نفسك. في جامعات مصرية دخلنا لطلبة الجامعة عملنا مستقبلك بين ايديك، سلامتك وصحتك تهمنا عشان السلامة والصحة المهنية فيها امراض مهنية، ده نشرنا وعي كيفية حماية العامل من الامراض المهنية، بنقلل الامراض المهنية. وده الترمومتر دي حضرتك ممكن تسألي عليه هيئة التأمين الصحي عشان هي المعنية بالامراض المهنية واثباتها. ابتدأت تقل الامراض المهنية، نسبة اصابات العمل ابتدأت تقل عندنا بنشر الوعي ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية. نعم. اللي موجودة في ربوع مصر. شكرا. اللي احنا الجهد الاساسي اللي بنعمله دلوقتي نشر الوعي بالتوازي بان في تفتيش في بعض برضو المنشآت لسه في تأثير فيها، فيبقى في اجراءات قانونية بتتخذ. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ ايمن ربيع وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، وكان بيكلمنا على مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة اعرف واحمي نفسك لتوعية المنشآت بالسلامة والصحة المهنية. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم جولتنا في اليوم. بشرى سارة لمرضى السكر بمصر. وزارة الصحة والسكان وافقت على تداول علاج بيطرح أو بتطرح نوعيته لأول مرة في السوق المحلية المصرية، طبعا هيكون بيفيد ملايين المصريين اللي عندهم مرض السكر من النوع الثاني، يحسن من جودة العلاج، بيقلل من عدد الأصناف العلاجية اللي بيتناولها المريض، وبيخفض كمان مستويات السكر في الدم، ولكن من خلال طريقة مفترض أنها مختلفة من طريق الكولا مش البنكرياس. الدواء تم الإعلان عنه أو عن طرحه في مؤتمر علمي شارك فيه قرابة 500 طبيب من كبار الأطباء المتخصصين في علاج مرض السكر، وأشادوا بهذا النوع الجديد من العلاج وأكدوا أنه بيمثل طفرة في مجال علاجات أدوية السكر بمصر. خلونا نفهم أكتر من الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة العامة بجامعة عين شمس وأحد المشاركين في هذا المؤتمر العلمي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني هل اللي احنا بنقوله في الخبر ده دقيق؟ الحقيقة ده خبر دقيق وخبر سعيد لنا كلنا انه يبقى فيه شركة مصرية بتنتج دواء بمواصفات جديدة وعنده قدرة على تحسين مستويات السكر في المرضى، الى جانب انه هو كمان بيقدر انه يحمي المرضى من مضاعفات مرض السكر وخاصة مشكلات القلب ومشكلات الكلى، وكمان ده بيساعد على انه تخفيض ضغط الدم شوية وبيقلل الوزن عند مرضى السكر وخاصة السمان. طب خليني أفهم من حضرتك، الدواء ده ليه مختلف عن أنواع الدواء المختلفة في مرضى السكر؟ الحقيقة لغاية فترة قريبة خالص كان فكرة علاج مرضى السكر من النوع الثاني إن احنا كنا بنفكر إنه ده يا إما يكون نتيجة نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس أو عدم استجابة الجسم المرضى للإنسولين المفرز فعلا، اللي هو بيسموه بري دايابيتيك أو يعني ما قبل مرض السكر، ولا دي حاجة تانية؟ لا، القصد أنه وسيلة العلاج كانت يعني بتتناول فكرتين أساسيتين بس اللي هي نقص الإنسولين أو عدم استجابة جسم المرضى للإنسولين. لكن بدأت في 20 سنة الأخيرة تبدأ تيجي أفكار جديدة للعلماء إنهم يدوروا على وسائل تانية لعلاج مرضى السكر وخاصة من النوع التاني. من ضمن الوسائل الحديثة هي فكرة إنه السكر الزائد ينزل من عند المريض عن طريق الكلى مش عن طريق إن احنا نقلل وجوده في الدم باستخدام إنسولين بنسب أكتر أو أدوية تزود إفراز الإنسولين. الفكرة دي في البداية كان يعني مستغربين هل ممكن فعلا نحصل على نتائج منها جيدة ولا لا، لكن الأبحاث الحديثة كلها أثبتت أنه الفكرة عظيمة لأنها قدرت مش بس أنها تخلي نسب السكر في الدم متوازنة وإنما كمان تحمي القلب وتقلل مضاعفات مرض السكر وخاصة في الكلى، وتقدر تدي كمان فوائد تانية زي تقليل الوزن، ودي كانت مشكلة كبيرة لمرضى السكر بالذات من النوع التاني. طيب الدواء ده ليه لما يتم استخدامه أو بيبقى بيستهدف الكلى ممكن يكون أحسن من البنكرياس برضو؟ يعني هي يعني ليه دي يعني ليه دي ممكن تكون حاجة صحية أكتر؟ ما هو برضو في الآخر مش بيستهدف عضو من أعضاء الجسد، ولا يعني المخاطر أقل ولا إيه؟ لا، هي الفكرة انه ده تكامل، يعني
يعني احنا كده اصبح عندنا اكتر من وسيله للعلاج. اذا كانت افكار السابقه ان احنا نحفز البنكرياس على افراز انسولين اكتر، او اننا نحسن استجابه الجسم للانسولين المفرز او الانسولين اللي بناخده من بره، فكان ده ليه اثار جانبيه شويه، لانه الانسولين زي ما حضرتك تعرفي بيزود الوزن شويه. وكمان ما كانش كان المرضى دول بيتعرضوا لمضاعفات بنسب عاليه. الدواء الجديد الحقيقه مش بي يعني لا يعمل عن طريق البنكرياس بالمره، وانما هو بينزل اي سكر زياده في البول، وبالتالي يقدر المريض يتخلص من اي سكر زياده، الى جانب ولما السكر بينزل ده بيساعد المريض على انه كمان وزنه يقل. طيب اللي حضرتك بتقوله ده مش ممكن يكون في تخوف من انه اي حد عايز يفقد وزنه يستخدم الدواء ده حتى لو هو مش مريض سكر؟ هي يعني لغايه دلوقتي الدراسات بتقول انه ما نقدرش نستخدمه كدواء لاخلال الوزن بس. لكن هو في المقام الاول نقدر نعتبره دواء لعلاج السكر، وكمان الفائده الثانيه انه هو بيقلل الوزن. لكن تقليل الوزن عن طريق الدواء بس، وخاصة لمرضى لا يعانون من السكر، قد يعني ايه يعرضهم لبعض المشاكل، ولم تنتهي الدراسات الى استخدامه للسبب ده بالذات. سمنا. طيب الدواء ده هل تكلفته ممكن تكون اقل من الادوية المعتادة؟ يعني احنا دلوقتي فهمنا انه ممكن يكون صحيا افضل. تمام. طيب كمان ماديا بقى، هل هيكون افضل ولا في نفس الوضع ولا اغلى ولا ايه؟ هي الفكرة ان احنا مش بنبص على التكلفة المباشرة. التكلفة المباشرة هو سعر الدواء اغلى من بعض الادوية الموجودة في السوق، اللي هي ممكن استخدامها استخدام عن طريق الفم. لكن كون الدواء بيقدر ان هو يقلل المضاعفات ويحمي المريض من مشاكل تانية، فنقدر بالشكل ده نعتبر ان هو بيقلل تكلفة. لانه اذا كان المريض بيعاني من مشاكل القلب فهيكلف يعني تكلفة تانية لعلاج مرض القلب، فده كمان بيعالج مرض القلب بالظبط كده، بيقلل المضاعفات، وبالتالي يعني بيسمح للمريض ان هو يعيش حياة كويسة من غير مضاعفات ومن غير تكاليف لعلاج مشاكل صحية تانية. طيب الدواء ده هيكون برضو من خلال برضو يعني دواء من خلال الفم، ولا يعني الحقن المعتاده زي الحقن المعتاده اللي بياخدها مرضى السكر؟ لا، هو الحقيقه ميزه الدواء كمان ان هو بنقدر نستخدمه عن طريق الفم. وبالتالي ده ممكن يعني ان هو يساعد في ان هو ينزل السكر من غير ما نستخدم ادويه عن طريق الحقن زي الانسولين وزي بعض الادويه الاخرى يعني. طيب امتى ده هيكون موجود عندنا في مصر؟ الدواء المصري الحقيقه بدا يظهر في السوق من شهر سبتمبر اللي فات، وتقريبا لغايه دلوقتي اكثر من 10,000 مريض بدا يستخدموه، والنتائج الحقيقه مبهره وكانت رائعه جدا، وده اللي خلينا الحقيقه يعني نستفيد من انه وجود شركات مصريه بتصنع ادويه عالميه بجوده على مستوى راقي يعني وعالي. احنا عندنا مرضى سكر قد ايه تقريبا؟ مصر الحقيقة يعني نسبة السكر فيها عالية شوية، وتعتبر من أول 10 دول في العالم عندها عدد من المرضى للسكر. ومتوقع أنه عدد المصريين اللي بيعانوا من السكر أنه يزيد. الIDF بتقول متوقع ان هو يزيد لانه احنا للاسف انه زياده الوزن والسمنه عندنا في مصر بدات تزيد، وبالتالي بدا يبقى مشاكل زياده الوزن ومنها السكر تزيد اكتر. احنا تقريبا ترتبنا على العالم الثامن في عدد مرضى السكر، ومتوقع ان احنا نوصل السابع او السادس على سنه 2045. طيب خليني اسال حضرتك السبل كمان، يعني احنا ما اعتقدش ان احنا هنكتفي بس بالدواء، ويمكن حتى شفنا من خلال مبادره 100 مليون صحه ازاي بيتم التعامل على توعيه المواطنين. ازاي نقدر نستغل الدواء العلاج الدوائي والتوعيه في ان احنا يعني ما نوصلش لان احنا نزيد؟ فعلا ده عندك حق فيه. احنا دلوقتي الحقيقة يعني اذا كانت منظمات الصحة العالمية بتقول انه مصر مرشحة الى انه عدد المرضى يزيد فيها، فلازم فعلا المبادرة باننا نوعي الناس الى انه زيادة الوزن وزيادة استهلاك السكريات وقلة الحركة من العوامل المهمة جدا انها تزود مرض السكر، وبالتالي ده يقدر يخفض شوية من عدد المرضى اللي بيعانوا من مشكلة السكر، لانه زي ما حضرتك تعرفي انه مرض السكر مش مرض يعني او هو مشكلة صحية بيبقى فيها مضاعفات لازم نتوقعها ولازم نبعد عنها يعني.
خليني اسال حضرتك على يمكن في بدايه كلامنا كنت بسال حضرتك على البري دايابيتك، او في نوع من انواع المرضى اللي هم على حافه ان هم يدخلوا في النوع الثاني من مرض السكر، هل الدواء ده ممكن ينفع معاهم؟ ممكن، بس الحقيقه التوصيات العالميه بتقول انه في البدايه لازم اول حاجه انه الناس دي تعمل تغيير الانماط الحياتيه اليوميه، لازم انها تنظم اكلها، لازم تبدا تعمل رياضه، لازم تقلل من الوزن، لازم تقلل من استهلاكها للنشويات والدهون بشكل يعني معقول. ده في المقام الاول. لكن بعض الادويه بنقدر نوصفها دلوقتي للمرضى في مرحله البري دايابيتس زي ما حضرتك بتقولي. الادويه دي يعني بدانا نفكر او بدا يبقى في توصيات على اننا نقدر نستخدم بعض المكونات الدوائيه. انا هقول الاسماء الكيميائيه بتاعتها يعني زي الميتفورمين مثلا، او بعض في تجارب كمان حديثه بتتعمل على يعني اكتر استخدام اكتر من دواء في المرحله دي كده. اكتر من دواء بنفس الـ يعني الماده الفعاله اللي حضرتك ذكرتها؟ لا مش نفس الماده الفعاله، هو استخدام الماده الفعاله دي لغايه دلوقتي محصور على استخدامه في المرضى اللي تم فعلا تشخيصهم انهم يعانون من السكر من النوع الثاني. لكن في مرحله البري دايابيتس اعتقد انه في الايام اللي جايه ممكن يبقى فيه وجهة نظر أو فكرة في استخدامه مبكرا للمرضى دول علشان يستفيدوا منه، وبالتالي ده بيساعد على أنه يمنع المضاعفات عنده. طبعا يعني بنتمنى الصحة للجميع يا رب. بشكر حضرتك الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة العامة بجامعة عين شمس وأحد المشاركين في هذا المؤتمر العلمي المهم. بشكر حضرتك على وجودك معنا. بعد الفاصل نكمل معاكم جولتنا في اليوم. السنة اللي فاتت زي دلوقتي كنا في برنامج اليوم أطلقنا هاشتاج اسمه تحدي التضامن، كنا يعني بنحاول ان احنا نكون جزء من ما تقوم به وزارة التضامن لإنقاذ المشردين، عندها حملة خاصة لإنقاذ المشردين سواء من الكبار أو الأطفال بلا مأوى، وبيخصصوا أرقام وطرق لأن حضراتنا أو حضراتكم توصلوا لهم وتنقلوا أي حد عنده مشكلة تنقلوا وتوصلوا لهم علشان يقدروا ان هم يساعدوا هؤلاء المواطنين. للسنة الثانية على التوالي الوزارة برضو بتكمل في حملتها، خصصت 8 وحدات متنقلة في محافظة القاهرة الكبرى للتعامل مع هذه الحالات اللي بتحتاج المساعدة. خلونا نفهم منهم أكتر بيعملوا إيه وبيوجهوا هذه المساعدة إزاي، من الأستاذ محمد شاكر المشرف العام على الوحدات المتنقلة وإدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم، مساء الخير. السنه الثانيه على التوالي حضراتكم بتعملوا هذا المجهود، تم تطويره ازاي؟ بتعملوا ايه المختلف السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ المختلف السنه دي ان احنا الحمد لله يعني وفرنا اماكن ودور ايواء بشكل اكبر وبسعه اكتر من السنه اللي فاتت، وفرنا خدمات اكتر للحالات اللي في الشارع، تدخلات المهنية للوحدات المتنقلة من خلال التشبيك مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الجمعيات الأهلية زي مستشفى محمود في المهندسين. دلوقتي احنا بننزل على مستوى 13 محافظة، القاهرة والجيزة والقليوبية وبني سويف والمنيا وأسيوط واسكندرية والشرقية والمنوفية والغربية والفيوم وبورسعيد والسويس. احنا بنستهدف توفير مأوى آمن لكل الحالات الموجودة في الشارع. طبعا على اي اساس حضراتكم اخترتوا المحافظات دي؟ يعني حضرتك بتقولي اخترنا 13 محافظة، على اي اساس تم اختيار هذه المحافظات؟ احنا بنشتغل في احنا دي محافظة دي محافظات عمل برنامج القومي لحماية الاطفال بلا مأوى، وكلفنا العام الماضي بالتدخل مع حالات الكبار بلا مأوى كمان. دي المحافظات اللي لنا تواجد فيها بالفعل، معظم الحالات موجودة في القاهرة الكبرى واسكندرية وبورسعيد. دي الكبار بلا مأوى متمركزين في المحافظات دي. احنا بننزل بالوحدات المتنقلة من خلال فريق عمل متكامل مكون من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومسعفين، وسيارة متنقلة فيها بعض الإمكانيات اللي بتساعدنا على تقديم الخدمات للناس في الشارع. بنعرض عليهم ونحاول نقنعهم بمؤسسات الرعاية
واذا لم يقتنعوا بنحاول نديهم الخدمات الاسعافيه في الشارع، وبنسيبهم لحد ما نحاول نوصل معاهم لدرجه من العلاقه اللي تسمح لنا ان احنا ناثر فيهم. هل كل الوحدات اللي موجوده بتستهدف مثلا نفس العدد، بتستهدف نفس المواطنين؟ يعني على سبيل المثال لو في وحده مثلا موجوده في السيده زينب، هل بتكتشف نفس عدد الحالات مثلا اللي موجود في مدينه نصر؟ كل الوحدات اللي في القاهرة الكبرى 8 وحدات موزعة جغرافيا، كل وحدة بتستهدف الحالات الموجودة في نطاقها. احنا الحمد لله عملنا قاعدة بيانات للأطفال بلا مأوى، بتعمل يعني تنظيم للعمل شوية بحيث الحالات ما تتكررش في التسجيل. هل بتتابعوا الحالات بعد إنقاذها؟ اتفضل. طبعا الحالات بتدخل مؤسسات الرعاية، وفي فريق عمل في مؤسسات الرعاية بيتتابع العمل معاها وتقديم الخدمات اللازمة ليها. يعني أنا عايزة أشكر حضرتك طبعا على هذا المجهود، وإحنا كمان يعني دايما بنحب أن احنا نتابع معاكم بتعملوا إيه في هذا الملف المهم. بشكر حضرتك الأستاذ محمد شاكر المشرف العام على الوحدات المتنقلة وإدارة الحالة بوزارة التضامن الاجتماعي، شكرا لوجودك معانا. طيب أخيرا عايزة أفكر حضراتكم أنه الأقباط غدا مفترض أن هم بيحتفلوا بعيد الغطاس، ولكن الحقيقة ان احنا كلنا بنحتفل بهذا العيد، سواء بالمشاركه في التهنئه او انه حتى في المشاركه في الاطعمه اللي بناكلها معاهم، ويعني بيبقى عيد موجود لكل المصريين. بكره بيستقبل البابا توادرس، او بدا بالفعل بالاستقبال البابا توادرس بابا الاسكندريه بطريرك الكرازه المرقسيه، بيستقبل المهنئين بالعيد في المقر البابوي بالكاتدرائيه المرقسيه الكبرى بالاسكندريه من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الكنيسة. من المقرر يعني أن تقام مساء اليوم أو تقيم الكنائس بمناسبة هذا العيد قداسات الصلاة، بيترأس البابا توادرس القداس في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالإسكندرية، والاحتفالات بتستمر بهذا العيد لمدة 3 أيام. كل سنة وإحنا جميعا طيبين. دي كانت جولتنا النهاردة في اليوم، بكرة نكون مع حضراتكم في جولة جديدة. إلى اللقاء.